لتثبيت كاميرا الداش من GPS تاب، الرجاء التأكد من إرسال رقم كاميرا IMEI لنا عبر البريد الإلكتروني على support@help24.us لتفعيل جهازك. للبدء افتح العلبة، ستجد كاميرا الداش من GPS تاب مع شريحة التركيب، مجموعة تركيب الجهاز وفك البراغي. كاميرا الداش من GPS تاب تدعم شريحة اتصال وشريحة ذاكرة، الشرائح مثبتة مسبقا. بالإضافة إلى ذلك لديها غلاف مضاد يمكنك فتحه مع المفك الذي أدرجناه. قبل البدء حدد موقع صندوق الصمامات في المركبة بناء على نموذج تصنيعها. تأكد من أن لديك جهاز فحص الدائرة الكهربائية. افتح عدة تثبيت الجهاز. العدة تتضمن كابل وعدة صمامات وملقط صمام. سنبدأ بتوصيل كاميرا الداش بقوة إلى صمام يحتوي على مصدر طاقة ثابت. للقيام بذلك أزل لوحة البلاستيك من صندوق الصمامات. استخدم جهاز فحص الدائرة الكهربائية لاختبار أي صمام يستخدم مصدر طاقة ثابت. استعمل عدة إضافة صمام. عدة إضافة صمام توفر فتحة صمام للدائرة الكهربائية الحالية وصماما آخر للدائرة الجديدة لكاميرا الداش. أدرج لسان الصمام الجديد الموفر داخل خانة واحد. الآن أدرج الصمام من علبة صمامات المركبة داخل الخانة الثانية. استخدم كماشة الإبرة التقليدية لتجعيد الأسلاك المكشوفة باستخدام موصل الأسلاك الطرفي. قم بتوصيل عدة إضافة الصمام إلى خانة الصمام بالمركبة. اربط السلك الأرضي عن طريق توصيله من أسفل مزلاج معدني أو مسمار في سيارتك. دع مساحة في المزلاج عند الربط بما فيه الكفاية لإنزال السلك فيه، ومن ثم قم بربطه بشدة مرة أخرى. بعد ذلك قم بتوصيل كابل الطاقة بكاميرا الداش. تشغيل كاميرا الداش لاختبار الطاقة. قبل تركيب كاميرا الداش على الزجاج الأمامي، تحقق من أن السيارة متوقفة على سطح مستوي. يتم تنظيف الزجاج الأمامي بمسحة تحتوي على كحول وتجفيفه تماما. ضع كاميرا الداش من خلال التأكد من أن لديك رؤية واضحة للجسم العلوي للسائق. لديك رؤية واضحة للطريق. كاميرا الداش لا تعيق مجال رؤية السائق، ويتم وضعها بالقرب من وسط الزجاج الأمامي قدر الإمكان دون أن تعيق المرآة والكاميرا بعضها البعض. بعد ذلك اضغط على شاشة اللمس الخاصة بكاميرا الداش، ثم ادخل الرقم السيري التقليدي لفتح كاميرا الداش. اضغط على أيقونة العرض المباشر. استخدم مفاتيح السهم للتبديل بين منظر الطريق والمنظر داخل المقصورة. استخدم منظور كاميرا الداش لتثبيتها في وضع مناسب بمجرد تحديد المكان الذي يجب وضعها فيه. قم بإزالة الشريط اللاصق من خانة التثبيت وقم بتثبيت كاميرا الداش على الزجاج الأمامي. الآن ستحتاج إلى ضبط زوايا مشاهدة كاميرا الداش. استخدم مفك براغي خاص لفك البراغي الأمنية الثلاثة على الجانب المستدير من كاميرا الداش. لا تزيل البراغي تماما. اضبط زوايا المشاهدة للعدسة المواجهة للطريق عن طريق تدوير جسم كاميرا الداش، ثم قم بضبط زوايا المشاهدة للعدسة المواجهة للسائق عن طريق تدوير الحلقة. اربط المسامير الجانبية الثلاثة عند الانتهاء. لاحظ أن كاميرا الداش من GPS تاب يمكن أن تكون في وضع يسمح لها بمشاهدة سائق على الجانب الأيسر أو الأيمن من المقصورة لتناسب كلا البلدين اللذين يقودان على الجانب الأيمن وعلى الجانب الأيسر. كاميرا الداش تحتوي على أجهزة استشعار داخلية. قبل أن تبدأ باستخدام كاميرا الداش تحتاج إلى ضبط معاييرها أولا. تأكد من إيقاف تشغيل السيارة. تحقق من أن كاميرا الداش تعمل. اضغط على الشاشة التي تعمل باللمس وادخل رمز السر التقليدي لفتحها. اضغط على الإعدادات ثم اضغط على ضبط المعايير. عملية ضبط المعايير تستغرق حوالي ثانية، وبمجرد الانتهاء سيتغير الوضع من عدم الاكتمال إلى الاكتمال. رمز السر التقليدي متاح للجميع. لتأمين الوصول إلى كاميرا الداش عليك تغيير رمز السر الخاص بك لكاميرا الداش. اضغط وادخل رمز السر التقليدي لتشغيلها، ثم اضغط على الإعدادات. قم بالسحب لأسفل لتغيير رمز السر. ادخل 4 أرقام لرمز السر الجديد. ستلاحظ أنه يمكنك وضع رمز لمدير الأسطول ورمز آخر للسائق. الآن بعد أن تم تثبيت الكاميرا بشكل صحيح، قم بتشغيل كابل الطاقة على طول رأس السيارة من الدعامة ألف إلى مصدر الطاقة. إن كاميرا الداش من GPS تاب الخاصة بك مثبتة الآن وهي جاهزة لنقل البيانات حتى تتمكن من مشاهدة الفيديو المباشر من المركبة والكشف عن حوادث القيادة الخطر وتعرف على ملهيات السائق وغير ذلك من المميزات. ولمعرفة المزيد ندعوكم لزيارة موقعنا الخاص بالدعم. وللتذكير يرجى التأكد من إرسال بريد إلكتروني لنا على عنوان support@help24.us مع رقم IMEI الخاص بكاميرتك لتفعيل كاميرا الداش الخاصة بك من GPS تاب.